قرارات السياحة اصطحبت أيضا أحد العوائل الأردنية المقيمة في الإمارات العربية. اليوم عندنا مغامرة جديدة من مغامرات قرارات السياحة. شفتوا مغامراتنا، دخلنا في المناطق الوعرة بسيارات رباعية الدفع لكي نصل إلى ينابيع المياه الدافئة في جرمو، دخلنا في المناطق الوعرة والوديان لنصل إلى شلالات وغابات لاستيبير، وارتفعنا جبال أراكاز وتمشينا فوق البحيرة المتجمد. اليوم سواحنا ضيوفنا الأعزاء طلبوا شيل أكثر، وصلنا جبال أراكاز وهذه البحيرة المتجمدة الآن أمامنا. اليوم 5 من شهر 6 جون نشوف البحيرة المتجمدة. هذه البحيرة على العمق 9 إلى 10 متر. طلبوا منا اليوم نصعد مشي فوق جبال أراكاز. راح نصعد فوق الجبال ونشوف وين راح نوصل ويا قرارات للسياحة. بعد هذا نشوف هسه الثلوج لحد الآن متبقية، وهذه هي البحيرة. هنا قبل 10 أو 15 يوم بالضبط اجينا اصطحبنا غير ضيوف. ها وين المدام؟ شو هذا؟ هنا الاخ نزل خشب بالثلج. حلو. طبعا هنا البحيرة، شوف الاثار مال السيارة ادمون، الاثار مال السيارة تشوفه وينه؟ هنا مضبوط. هنا يصير مراهنات، هذا اللي نتكلم عنها، يصير مراهنات يصعدون سيارة ويمشون فوق البحيرة المتجمدة. وهذه سماء أرمينيا، الكثير من سواحنا يعرفوها. اللي مشتاق يشوف سماء أرمينيا هذا بغيومها. ها شو رأيكم؟ حلو. مو إذا طلعت لك نقرة توصل بها اليربان تدري؟ ها هذا أحد المغامرين الأبطال. شو رأيك أخونا؟ شنو رأيك بالثلوج؟ رهيبة. رهيبة. ها حلو. مرتاحين مع قرارات للسياحة؟ طبعا ممتاز. هنا سيد الوالد مع ابنه يتراشقون بالثلوج. ولو حلو. يا الله. يلا خلينا نستمر بالصعود. الثلوج تبقى فوق الجبال تقريبا لغاية شهر تموز. الشهر تموز موجودة ثلوج فوق القمة. هذه الثلوج احتمال تبقى أجزاء قليلة. أتصور البحيرة خلال 10 أيام يكون قد ذاب. فإخواننا وخواتنا اللي يحبون يوصلون أرمينيا ويشوفون ثلوج يشدون حيلهم بهالأيام ويوصلونه ويتصلون بقرارات للسياحة.